معلومات جدا مهمة تحت غطى المحرك والأشياء اللي لازم تعرفها على السوائل وميكانيك السيارة. أول شيء إذا نفتح غطى المحرك، كما تشوفون هنا عندنا مي تبريد المحرك، وهذا الشيء يخلي المحرك إنه ما يتجاوز 90 درجة حرارة، وهذا المي ما لازم يكون تحت المينيمم. كما تشوفون هنا في قياسات مينيمم وماكسيمم، ويفضل إنك تعبيه بماي خاص. هذا الماي الخاص ما يجمد بالشتاء، وكذلك ما يسبب تحجر، لأنه إذا استخدمت ماي عادي يجمد بالشتاء ويخلي تحجر في الأنابيب. ويفضل إنك ما تفتح الغطاء إذا كان المحرك حار، لأنه إذا تفتح الغطاء فيطلع البخار والدخان ويحرق وجهك أو إيدك. يفضل إنه السيارة تكون باردة. الشغلة الثانية هي البطارية. كما تشوفون هنا عندنا الزائد والسالب، هذا الشغلتين مرسومة على البطارية، فإذا تريد تشحن بطارية أخرى أو تشحن سيارة أخرى فهنا موجودة هذه العلامة. وهنا نتوجه إلى مي الماسحات. هذا المي يفضل كذلك أنك تستخدم مي خاص، وخاصة بالشتاء، لأنه إذا استخدمت مي عادي فراح يجمد إذا كانت درجة الحرارة تحت الصفر، وكذلك المي العادي يسبب تحجر ويخرب سيارتك. وهذه العلبة هي علبة زيت الفرام أو زيت البريك، وبين فترة وفترة لازم تعبي السائل، بس يفضل أنه الزيت يتعبى بجراج، يعني ما تعبي بإيدك، لأنه إذا كان ناقص فراح يسبب عليك خطورة، لأنه الفرامل ما راح تمسك بشكل جيد. وهنا نعبي زيت المحرك بين كل 5000 إلى 15000 كيلومتر حسب نوعية الزيت وحسب نوعية السيارة، لازم يتبدل هذا الزيت. وشلون تعرف انه اذا كان الزيت جيد او ناقص؟ وكما تشوفون هنا نقدر نقيس زيت المحرك. كما تشوفون هذا الصيخ اذا تسحبه يعطيك المينيمم والماكسيمم. بين فترة وفترة لازم تقيس الزيت، لانه اذا تمشي مسافات طويلة وقطعت يمكن 30000 كيلومتر بنفس الزيت راح يخرب المحرك. فهنا نقدر نقيس الزيت. وكل السوائل اللي راح تقيسها أو تضيف عليها سوائل داخل السيارة، يفضل إنه السيارة تكون باردة، مثل الزيت، مثل مي تبريد المحرك، فهاي شغلة انتبهوا عليها. وهنا راح ننتقل للأشياء الجدا مهمة خارج السيارة، مثل الإطارات والأضوية. وهنا وصلنا للإطارات. الإطارات هي مثل ما يسموهم بالسعودية الكفرات، بالعراق التايرات أو العجلات. فالإطارات لازم تكون جيدة. أول شيء نقشة الإطار، وهي هذه الخطوط اللي موجودة في الإطار، لازم تكون على الأقل 1.6 مليمتر. بهاي الطريقة الإطار يمسك على الأرض بشكل جيد، وخاصة إذا في مطر، ثلج أو وسخ، فهذه التفرعات أو التشققات هاي تهرب المي والثلج. على الأقل 1.6 مليمتر، وكل ما يكون أكثر كل ما يكون أفضل للإطار. الشغلة الثانية في الإطارات ضغط الإطار. ضغط الإطار لازم يكون جيد. وشلون تعرف ضغط الإطار؟ كل سيارة إذا تفتح الباب يكون فيها لزقة وموجود إشقد لازم تعبي الإطار، وإذا ما كانت موجودة في الباب تلقاها عند غطى تعباءة الوقود، هناك موجود الدولاب الأمامي والدولاب الخلفي إشقد لازم يتعبى بالضغط. وشو المشكلة إذا كان الضغط قليل؟ أول شيء الإطارات راح تمسح بشكل أسرع. الشغلة الثانية الإطار لأنه ما راح يكون متوازن، فالإطار راح ينفجر أو ينشق من جهة معينة. والشغلة الثالثة أكيد ومهمة، إنك راح تصرف وقود زيادة إذا كان الضغط منخفض. فيفضل بين كل أسبوعين إلى شهر إنك تقيس ضغط الإطارات وتعبي الإطارات بالضغط الجيد. وهنا وصلنا عند الأضوية. أول شيء لازم كل أضوية السيارة تكون شغالة، يعني ما يكون فيها عطل. ضوء الأمامي، ضوء العالي، ضوء العادي، ضوء الفرامل أو البريك، وضوء رقم السيارة. هذه الأضوية كلها لازم تكون شغالة. ضوء العالي انتبهوا، ممنوع نستخدمه إذا كانت أشخاص أو مركبات أمامنا، يعني الضوء العالي نستخدمه حصرياً بالليل إذا ما نزعج الآخرين. أما الضوء العادي هو الضوء اللي لازم نشغله دائماً وبالليل. ولا تنسون ماسحات الزجاج الأمامية،
بين فترة وفترة لازم تشوف الماسحات، ممكن أنت بالصيف ما تستخدمهم، ومن يجي الشتاء أو تجيك أول مطرة تكتشف أنه الماسحات يابسة أو مو شغالة بشكل جيد، فشوف الماسحات من وقت على مود ما تتفاجأ. هذه الأشياء الضرورية داخل وخارج السيارة، وأكيد بعض الأمور رح نعطيكم إياها بالتفصيل في فيديوهات أخرى. لا تنسون تشتركون بالقناة. عدنان الطاهر.